مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين، معاكم اخوكم الشيف وبابا المصري. النهارده بنقدم لكم الكبده الاسكندراني. الكبده الاسكندراني يا جماعه، خلاص الكبده الاسكندراني. لحظه شويه نتمشى. طب اخرس بقى السمك، نتمشى تاني. فاحنا النهارده يا جماعه عندنا الصينيه جميله، واخدين بالكم ازاي، وعندنا البتاعه هنا اهو، شويه جرجير حلوين. ها واخد بالك انت، قرب معايا حماده، واخد بالك. جبنا بقى الكبده هنا يا جماعه، تعالى حماده تعالى، استنى نجيب واحد جوانتي. نتمشى تاني. فاحنا هنا جبنا ايه يا جماعه؟ بالصلاه على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. ارجع ورا شويه عشان انا اتخنقت منك. فاحنا الكبده جبناها يا جماعه بسيطه جدا، حط دي في الزباله على طول كده اهو عشان يبقى في السريع. الكبده بقى هنا يا جماعه، بصوا الكبده بتاعت يا جماعه، بصوا الكبده، بصوا الكبده متغطيه ايه بقى، بسيطه جدا، ليمون، كمون، ملح، فلفل، وتجيب فلفل حراق تخرطه رفيع كده، واخد بالك، وتلات اربع معالق ثوم، يا سلام، وزيت زيتون، وتقوم جاي خليطهم كده، واخد بالك انت ازاي، وتحطيها في التلاجه يا حاجه، تحطيها في التلاجه. بس طبعا احنا ايه، بعد ما طلعنا من الكبده بلاوي زرقاء، يعني انا طلعت من الكبده مثلا رميناها في الزباله صح؟ رميناها. فهي الكبده اهي، اديها بقى ايه؟ اديها زيت زيتون، واخد بالك؟ زيت زيتون، ها؟ زيت زيتون مع الليمون، يا سلام يا سلام يا ابا. ويخليها ايه بقى ايه؟ تخلي الزيت يقدح، خش عليا. ايوه بس ارجع شويه كده. ايوه بس في السليم. خلي بقى ايه؟ الزيت يقدح شويه كده، واخد بالك انت ازاي؟ وبعد كده نجيب كبشه من ديت حلوه عشان ايه، نقلب بيها ونديها. هي الجوان النهارده طالب بكبده اسكندراني. فالكبده الاسكندراني بتجيب الكبده البقري، بتطلع القشره بتاعتها خالص وتشيلها وتخرطها رفيع بهذه الطريقه يا واد يا قبه، البتاع وقعت. بهذه الطريقه، لحظه شويه نمسكها كويس. بهذه الطريقه، واخد بالك، وديت متغطيه بتوم وكمون وملح وفلفل. توم، كمون، ملح، فلفل، وشويه كزبره وشويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه زيت زيتون وكم معلقه توم. كل ما تديها توم تبقى انت في السليم. انا كده بص اهي، تعالى بقى يا حماده، خش عليا. بص شايف؟ يلا يا سلام. شايف حته الكبده؟ نعمل لك بص حته الكبده، نجيب لك طبقيته اهو، حته الكبده اهي نحطها في الطبق ده. اديها. الله 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 يا جدع، الطبق فيه ميه. شفت ازاي يا حماده؟ اطلع الدنيا انت، اطلع. لحظه شويه تعالى بقى، خش على الكبده. ها هي ديت الكبده اللي تعرفها على طول من الطشطشه، اللي ديت كبده بقري. عارف الكبده دي لو حميري، عارف الطشطشه دي تعمل ايه؟ هتناها. عليا الحرام من دينا يا جماعه وربنا. فاحنا الحمد لله نجيب ضاربين ايه، ها نمسك بقى دي، لحظه شويه ناخدها كده على جنب، اديها واحدتين حتتين ايه، جرجير بسيط كده، ها، وتقوم جاي ظريفها. تعالى خد، ها، خش على البتاعة دي، ها، بعد كده حش بقى عليا، خش عليا، ها، دايما تسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ومش من فوق، شايف بيقدح ازاي؟ بص من النص كده بسيط، وفوقهم، تنزل فوق، واخد بالك عملت ايه؟ انه جبل
الله اكبر. قرب بقى عليا، قرب عليا. حلو ازاي؟ ها تقوم جاي فارس بشويش، تقوم جاي ضارب الشبكه كده والبتاعه كده وتولع الدنيا. لا بشويش، بص بشويش، كل حاجه بشويش. يلا والله العظيم كل حاجه بشويش. حمر بقى الكبده، حمر الكبده. اديني مقطع كده من فوق، هات لي في الكادر شويه عشان انطلق. ها واخد بالك؟ طب ارجع سنه شويه، الله يخليك كده انت بقيت استاذ. خش عليا مظبوط. طب تعالى كده، تعالى الناحيه دي كده، لا تعالى كده الناحيه. ايوه برافو عليك. بص بقى الكبده ما بتاخدش ايه سوى كتير، واخد بالك؟ تقلب تقلب، اسمعني بس، تقلب تقلب تقلب، واخد بالك؟ ها ها، وتقوم جاي ايه ساكت هارش انت ازاي؟ ها ها الحكايه الروايه، واخد بالك؟ ادي النار فرصه انها ايه تلدع البتاع الكبده، واخد بالك؟ اول ما تلدعها لازم تتلدع الكبده، تلدعها بس مش تحمرها جامد، تحمرها جامد تنشف. هي كده اتلدعت، او جاي ايه قلبها على ظهرها بقى، ما انت لازم تقلبها على ظهرها. اه واخد بالك انت ازاي؟ اللبنانيين بياكلوها من غير ما يطبخوها بجد والله، من غير ما يطبخوها، حطوا عليها ليمون وخلاص. لا بس احنا بقى المصريين بنحب ايه؟ تلدعها، تلدعها من فوق ومن تحت، تاكل في حته كبده في السليم، تلحس صوابعك وراها. عليا الحرام من دي الكبده الاسكندراني، واخد بالك؟ اصل الكبده الاسكندراني قصتها ايه؟ كانت في بس بنت ماشيه بتتمشى ايه على الشاطئ، واخد بالك انت ازاي؟ بتتدلع، واخد بالك انت ازاي؟ فلقت واحد بتاع كبده هارش انت، قالت له النبي يا حاج اعمل لي سندوتش، واخد بالك انت؟ بس انا معيش فلوس ادفع لك. قال لها طيب انت تقفي بقى هنا تدلعي شويه هتجيبي زباين. قالت له تدلع يعني ايه؟ يعني زي انا ما بدلع الكبده، اديني بصي بدلعها مره فوق ومره تحت، وهي كده قالت له خلاص. فقعدت تدلع، واخد بالك انت ازاي؟ ومن ساعتها بقى احنا ايه؟ نحب الكبده الاسكندراني ملدوعه، لازم تكون ملدوعه، ملدوعه من فوق وملدوعه من تحت، بس كده. وبعد كده تديها، شفت ازاي؟ خلاص تقرب بقى الكبده بقى، قرب قرب الكبده، قرب الكبده. ايه رايك؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ ديت عشان كميه كبيره شويه، فانت ايه تحمر فيها كويس، هارش انت ازاي؟ انا بحبها كلها متحمره. بص في حته جامده كبيره ايه؟ شايف الحته دي؟ دي كبيره قوي دي، دي نسينا نقطعها، هارش انت ازاي؟ نسينا نقطع دي. ها؟ بص احنا نقطعها ازاي؟ لا نقطعها ازاي؟ لحظه شويه. بص اهي، تعالى تعالى، شايف؟ الله، بص 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 الكبده، شايف؟ ها ها شايف الكبده؟ هي بقى الكبده دي اللي تاكلها عند الناس التشاينيزيين، واخد بالك انت ازاي؟ بس احنا مش التشاينيزيين. فتديها لدعه، اديها لدعه، لازم تلدعها، احنا بنحبها ملدوعه. الدع يا عم، الدع يا هب، اهبل يا هبال. دوق يا محمد، دوق دوق دوق، قول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، ايه ايه اخبارك؟ دوق. لا 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 بس وريهم وريهم، بص اهي بقول لك عايزه تتلدع تاني. لا هي دي، هي دي الكبده الاسكندراني، لازم تبقى كده اهو، تبقى كده تروح الطعم خالص، واخد بالك؟ والله العظيم ثلاثة. الدع الدعها. لا خلاص انا لدعت لدعت. لا اخويا خلاص، انت حطيت بقك فيها بقى كلها يا عم، واخد بالك؟ ها فلازم تتلدع، واخد بالك انت ازاي؟ ما تلدعهاش جامد، عشان ايه؟ عشان ما تنشفش منك، هارش انت ازاي؟ يعني تلدعها بحنيه، واخد بالك؟ مش تلدعها جامد، تلدعها بحنيه. الكبده الاسكندراني اهي، شايف؟ بص بقى هنا بقى، تقرب بقى هنا تلاقي ايه؟ كم من الثوم جميل جدا، واخد بالك انت ازاي؟ ها؟ عليها الليمون وعليها كل حاجه، واخد بالك؟ كبده الاسكندراني، واخد بالك؟ تقوم جاي واخد بقى حاطط بقى في السندوتش، ها في السندوتش، شايف كلها اتلدعت ازاي؟ بس كده خلاص، بس كده. وبعد كده شويه الفلفل الحلوين دولت برضو ايه؟ يطلعوا مع البتاع، مع شويه الجرجير، يا سلام. بس خلاص تخلص الموضوع. اديني لحظه شويه اتمشى اجيب حاجه واسديها. خلصت الموضوع، ها؟ واخد بالك انت ازاي؟ ها؟ ننزل عينين، استخدم عينين، لا عندك شوية نص دور، استخدم عين واحدة،
مش مشكلتك واخد بالك؟ بعد كده باخد بقى ايه؟ بص خد ها؟ ها تجيب ايه خارج تعالى ده كل اللي انت ايه شبكه زي ديت كده اهو خرام كده عشان ايه عشان ما تاخدش ايه كل الزيت واخد بالك انت ازاي تاخد بس ايه المفيد المفيد واخد بالك هنا بقى فضل ايه فضل شويه زيت بسيط مع شويه ثوم واخد بالك انت ازاي ايوه خلصت يلا تسلم ايدك نتمشى نتمشى ماشي طلع عصر في السلالم يا ما شاء الله علينا تعال بقى لف من الناحيه دي وهات الاهراميته يا سلام بقى لما تجيب لي الاهراميته مع الكبده الاسكندراني هات لي بقى واحد يا فيزي ايوه بقى خش بقى على ايه ها لحظه شويه يا ولا يغيرك يلا حماده اديها ادي هي ديت الكبده الاسكندراني يا جماعه انا شفت واحد خول شيف ارجع ورا شويه ما تحرك في السم الكادر مره واحده ارجع سنه شويه كمان كده انا باين في البتاع انا شفت واحد شيف متناك واخد بالك بعد ما طبخ الطبخه قام جاي عامل لك كده بص فانا بقول له يا ابن اللبوه الشيف وميتا كبده اسكندراني بس خلاص يا حمام ولا لقاء اخر بونا بتي كبده اسكندراني